بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الأزهرية. مبروك مقدما بإذن الله. الامتحان بتاع اللغة الإنجليزية، نحاول إن احنا نلقي الضوء كده على بعض الإجابات، واللهم ألهمنا الصواب. بسم الله. اختيارات: Number one, I am confused. مرتبك، مشوش. Would you explain it again؟ عايز الشرح تاني. يبقى I am، ممكن تبقى I am still. I am still confused، يعني أنا لسه ما زلت متلخبط. Continue، استمر. Stay يعني يكون. Remain يعني يبقى. لا. He keeps a space eye on his players. يعني هو يبقي عين. عايزين صفة هنا لأن ده اسم، يبقى عايزين صفة في fatherly. أكيد طبعا ممكن تبقى معانا fatherly I. father يعني أب، fatherless عديم الأبوة، father good اللي هي الأبوة. طبعا الإجابة fatherly I، عين أبوية. parents made a about bullying in the school. الآباء عملوا إيه؟ عملوا شكوى. complaint، complaint طبعاً complaint about bullying، بروتست طبعاً احتجاج. please لو سمحت. your telephone booking in writing، هي دي in الواحدة وwriting الواحدة، فهنا عايز يقول له لو سمحت أكد الحجز بالتليفون. يبقى ممكن إن إحنا نقول confirm. confirm يأكد، أكد الحجز. in writing يعني بالكتابة. the sailor was on a desert island. البحار إيه اللي حصل له؟ على جزيرة مهجورة. يبقى هنا ممكن shipwrecked. shipwrecked يعني تحطمت سفينته. shipwrecked. shipwrecked. what do you do in your scale interval. interval فراغات. bake اللي هي يخبز. break. break ينبح. لا طبعا هتبقى break اللي هي في الراحة المدرسية. I'll put the gas bill here. انا هحط الفاتورة بتاعت الغاز هنا to myself. remember يتذكر، memorize يحفظ. يبقى ممكن remind، طبعا remind myself عشان افكر نفسي، افكر نفسي بيه. 25th they are آسف celebrating. celebrating اللي هي يحتفل، هم بيحتفلوا بالذكرى السنوية للجواز بتاعهم. هتبقى كلمة طبعا عندنا في المنهج معروفة اللي هي anniversary. anniversary فيستيفال يعني مهرجان. سيرموني حفل ذو مراسم. سيليبريشن احتفال. انما لما نيجي نقول الذكرى السنويه الكذا يبقى دي كلمه anniversary. if the symptoms persist، لو الاعراض تستمر، لو الاعراض مستمره، يبقى your doctor. يبقى consult your doctor، استشير الطبيب بتاعك. A waiter came. في جرسون جاء. And the empty bottles. يبقى moved، حرك، ولا erased، مسح، ولا deleted، لغى، ولا removed. طبعا removed يعني ايه؟ شال الازايز الفاضية. The factory gives space a lot of smoke causing pollution. تلوث. يبقى the factory في معنى give، ومعنى طبعا give up يقلع، give in يستسلم، give away يعني يهب أو يوزع كهدايا أو كده، give off يعني emit يخرج أو يطلق. يبقى give off. we finish the project by Friday or we will lose the client. وإلا هنخسر الزبون أو العميل. يبقى we must.
يجب ان احنا نخلص المشروع قبل الجمعة والا هنخسر العميل. طبعا نيد هنا لو كان حد فكر فيها نيد تو، ماي ربما ومايت ربما، لا ما تنفعش. شي فولنتيرت، هي تطوعت، فعل فولنتير يجي معاه تو الانفينيتيف، يبقى تو تيك اس اول ان هير كار، تاخدنا كلنا في العربيه بتاعتها. داد اسكت مي وير، داد سالني وير، نخلي بالنا الفعل في الماضي واحنا بنختار، عايزين نحول بقى او عايزين ناخد غير مباشر اندايركت. اي ماشي معايا اهيت، طيب ولا اي وود بين، مفيش حاجه اسمها اي وود بين، في اي وود هاف بين، يبقى دي مستبعده خالص. اي هاف بين، لا مخليين بالنا ان الفعل في الماضي، يبقى اي هاد بين مظبوطه. يبقى داد اسكت مي وير اي هاد بين اول نايت، يعني هو كان سأله في السؤال المباشر وير هاف يو بين، لما حولناها يبقى وير اي هاد بين. وي ماست، اسف، يو ماست هاف ذا كيرتنز، هنا السببيه لو تفتكروا كده شباب، او هاف زائد مفعول، فيرب تو هاف زائد المفعول، يبقى انا محتاج التصريف الثالث اللي هي السببيه، يبقى هنا cleaned، يعني لازم تجيبي حد او تخلي حد ينظف الستاير. This in the fridge، في الثلاجه، واضح ان دي هتبقى باسيف مبني المجهول، should put، ينبغي ان يضع، لا should be put، معايا هيت، should have put برضو لا مش مجهول، shouldn't put هي الاجابه، should be put يجب ان يضع في الثلاجه. his wages الاجور بتاعته او الاجر او اللي بيقبضه يعني are small، صغيرة جدا ولا ايه؟ بيقول لي هي كان سكيرسلي، لما نبص لسكيرسلي دي بتدي ايحاء بالنفي، سكيرسلي يعني هو نادرا لما بيقدر يعيش بيهم، يبقى طبعا هتبقى تو سمول، قليلة جدا. I have I have two watches. أنا عندي ساعتين. Pose of، اتكلم على حاجة غير عاقل، يبقى pose of which، pose of which are made of gold. اللي كليهما، عشان دي طبعا لغير العاقل، يبقى pose of which هم للعاقل وwhere للمكان، وطبعا ذات لا يأتي قبلها حرف جر. ما ننساش يا جماعه ان النسخه اللي انا بشتغل منها ديت الشكر موصول لفريق عمل توبرز اللي هو وفرها لنا. He vowed، اعتقد ان السؤال ده جهل ادبي، He vowed يعني اقسم to his father's murder، يبقى معايا كلمه avenge، avenge يعني ينتقم لجريمه قتل او لموت والد. You should see him، ينبغي ان انت تشوفه before، رابط before you back to Canada، هو عايز يقول لي قبل ما ترجع كندا، يعني عايز قبل في المستقبل، واحنا بنجيب المضارع البسيط قبل الروابط الزمنية عشان يدل على المستقبل، يبقى before you go back to Canada. هنيجي للريدنج كومبريهنشن، زي ما انتم عارفين الطريقه اللي احنا دايما بوصي بيها ان احنا بنقرا الاسئله المطوله الاول، باخد فكره عن الموضوع، الاسئله اللي هي ديت مطوله، باخد فكره عن الموضوع، وبعد كده بقرا القطعه مره واثنين وثلاثه، وتستحق عشان زي ما انتم شايفين اهو 10 درجات ان احنا نحل كويس. طبعا احنا هنا اختصارا للوقت فبنجاوب معاكم على طول، هي القطعه بتتكلم عن استرس اللي هو التوتر اللي معظم الناس عايشاه هذه الايام. فبنبتدي على طول، السؤال بتاعنا بيقول لي give a suitable title to the passage، ادي عنوان مناسب للقطعه، يبقى نقول ايه؟ ممكن how to avoid stress، how to overcome stress، how to escape
ستريس. من خلال القطعة أنا شايف إن هو بيتكلم عن إزاي إن إحنا نتعامل مع التوتر وإزاي إن إحنا نتجنبه وما شابه ذلك. أو أي عنوان مناسب يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها عنوان منزل يعني. بس بالنسبة للإجابات أو للعنوان ما يكونش حاجة إيه طويلة يعني، ما تكتبليش جمل مثلا فيه هو عنوان. عنوان بسيط يعني بس لمس إيه؟ طبعا القطعة. What do adults suffer from؟ الكبار او البالغين بيعانوا من ايه؟ اعتقد انها موجوده عندي في السطر الثاني اهيت. adults suffer from، انا بقول بقى من الاجابه من السؤال يعني، اللي هو the pressures of work، اللي هي ضغوطات العمل. طبعا احنا بنجاوب من خلال القطعه. السؤال اللي بعده بيقول لي how can music reduce stress؟ ازاي المزيكا بتقلل من التوتر؟ هنلاقي فيه حاجة واضحة جدا اهي. Listening to calm classical music reduces stress hormone، بتقلل من الهرمون بتاع التوتر، هرمون ليفلز ان ذا بلاد، من مستويات الهرمون بتاع التوتر في الدم. في كمان هنا ممكن تضاف، مش معنى كده ان بقول لازم، في كمان حته هنا مناسبه قوي، ان music produces positive brain neurotransmitters، اللي هي الاشارات والنواقل العصبيه، فالمزيكا بتنتج اشارات عقليه ايجابيه. يعني هنحط الاجابتين بس طبعا ورا بعض باستخدام مثلا and، ممكن الإجابة الأولانية مفيش مشكلة والإجابة الثانية مفيش مشكلة. What is the effect of endorphins؟ endorphins هنا endorphins اللي هي الـ الهرمونات اللي هي بـ 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 بتبقى بعد الرياضة، على أساس اللي هي بتخلي الجسم في حالة اللي هي إيه، استرخاء، و اللي هو يعني ايه، ان الالم بيبتدي معاها يختفي. تعالى بلاش التخصصات ديت، نجاوب على طول. هو بيقول لي ايه؟ ان تاثير الاندورفينز ديت ميك اس فيل هابي، ميك اس فيل هابي، بتشعرنا بالسعاده. It's advisable to exercise، الاسئله الاختياري، ينصح بان ان احنا نتدرب for about، هنا بقى الحسبه كان بيقول لي مش عارف 150 دقيقه حاجات من ديت، فلما حسبناها طلعت about 2 hours and a half، ساعتين ونص. Music reduces stress hormone، تمام، يبقى quiet، كانت فوق مكتوبه calm فجاب المعنى بتاعها هنا quiet، المزيكا الهاديه. Our bodies release endorphins when we، أجسامنا بتفرز اللي هي الاندورفينز لما نكون do exercise، بنعمل تدريبات. إيه بقى showers make us healthier؟ showers اللي هي الدش، الدش نقول cold طبعا، اللي هي الدش البرد، بيخلينا أكثر صحة. تعالى نشوف كده، نلقي نظرة على النوبل. بيقول لي What did Rudolf Rosendahl and the Elf Perks have in common؟ طبعا كان واضح ان راسندل وزي بقية اللي هي ذا إليف بيركس، اللي هي الأسرة المالكة إليف بيركس اللي هي في روريتانيا، ان زي هاف ريد هير، شعر الأحمر، and straight straight nose، والأنف المستقيمة. طيب السؤال اللي بعده، why couldn't the dog say that Rosendahl wasn't the king؟ ليه الدوق ما كانش يقدر يقول إن ان راسندل ما كانش الملك الحقيقي؟ طبعا لان لو عمل كده he would have to admit، لازم هيضطر او كان هيضطر ان هو admit، يعترف ب ك
كيدنابينج باختطاف زريال كينج، وبعد كده كمان and killing his servant وقتل الخادم بتاعه اللي هو جوزيف. Why did Sabta advise Rosendell not to go to the summer house؟ ليه سبت نصح راسنديل بأنه هو ما يروحش سمر هاوس؟ هنا طبعا لأنه هو كان خايف عليه because he thought it was a trick، هو اعتقد ان دي خدعة، وهو كان الى حد ما عنده حق. And راسنديل would أو might have been killed there أو would have been killed there، إنه كان ممكن إن هو يتقتل هناك in the summer house. What was Rassendyll's will to the Marshal اللي هو مارشال ستراكنز before making a move against Doc Michael؟ إيه كانت الوصية اللي قالها للمارشال راسنديل؟ الوصية هي إن to protect Princess Flavia، يحميها and if he didn't come back، ولو هو ما رجعش he would make her أو announce her أو dominate her as a queen أو the queen of Ruritania. لاختياري it was idea that Rodolfo Rassendyll would take the king's place at the coronation، طبعا كانت فكرة مين ان هو يحل محل الملك، كانت فكرة سابت. The people at the poor part of the town were، الناس اللي كانوا في الحي الفقراء كانوا طبعا loyal مخلصين to the dog. طيب why did the poor in the capital want Doc Michael to become king؟ ليه كانوا عايزين دوك مايكل ان هو يبقى الملك؟ اكيد because they wanted things to change، يعني كانوا محتاجين ان الامور والظروف تتغير، وهو كان خادعهم بكده. Writing finish the following dialogue. الديالوج كان بسيط جدا، شوف كده مع بعض. طبعا النصيحة دايما هي ان احنا بنقرا المحادثة بنفهم هي عن ايه كويس جدا، وبتبتدي بعد كده لما تفهم بتبتدي تجاوب. Hello احمد، you won't believe what happened to Hamdi last week. انت مش هتصدق اللي حصل لحمدي الاسبوع اللي فات. Why؟ وبعد كده في ايه بيرجع يقول له هو كان سايق وكده، يبقى اكيد هنا هيقول له what happened to him، ايه اللي حصل له، what happened to him. بيقول له هو كان سايق مروح البيت بعد الويك اند in the countryside when his car broke down، لما العربية اتعطلت on a really quiet road، في طريق هادي جدا مفيش حد ماشي. Oh no. هنا سؤال. He tried to fix it but he couldn't. يبقى what did he do؟ يعني هو عمل ايه؟ هو حاول انه يصلحها ولكن there wasn't any signal، لكن ما قدرش، وما كانش فيه اي اشارة للموبايل في المنطقة دي خالص. That sounds terrible. ده فظيع. Did he manage to get some help؟ هل نجح في انه هو يحصل على مساعدة؟ نشوف كده نمرة ثلاثة بيقول لي ايه. He had to leave the car and walk to the nearest town. ممكن هنا اي اجابة يا جماعة تصلح، نقول مثلا يعني ايه yes after مثلا after an hour او after half an hour بعد نص ساعة، او yes he had هو اضطر ان هو يسيب العربية and walk to the nearest town to help him repair his car. It was after midnight when he got home. تقريبا لما روح البيت كانت بعد منتصف الليل.
بورهام. وفي سؤال exhausted مرهق، طيب how is he now أو how was he when he got home، كيف كان حاله لما روح البيت. تمام، how was he when he got home. Oh man that sounds طبعا دي OU like an awful weekend. بعد كده الباراجراف وبنشوف الترجمة مع بعض. Translate into Arabic. We want teaching that encourages children's creativity. اللي هو الإبداع. إبداع الأطفال. نحن نريد التعليم الذي يشجع encourages الذي يشجع على أو يشجع إبداعات أو إبداع الأطفال. Destruction of the environment دمار أو تدمير البيئة is one of هو أحد التحديات أو التحديات الأكثر خطورة. تدمير البيئة هو أحد التحديات challenges التحديات الأكثر خطورة التي نواجهها. Translate into English. تهدف الحكومة لخلق فرص عمل أكثر للشباب. The government aims to create. ممكن هنا نقول provide توفر. Job حرف البي ناقص سوري. Job opportunities. Job opportunities. فرص عمل for the youth. هنا بيقول لي تم إعادة تأهيل أو تدريب هيئة الموظفين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة. الموظفين ممكن أقول employees. ممكن أقول the staff على طول. The staff has been rehabilitated. اللي هو يعيد تأهيل ممكن أقول has been retrained يعاد تدريبه to use modern technology. أشكركم على حسن استماعكم وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلنا كل جديد، وما تنسوش مشاركة الفيديو والقناة مع أصحابكم وحبايبكم وزملائكم. تحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.